تصفيات كأس أمم أفريقيا، ينزل المنتخب الجزائري ضيفا على زامبيا في مباراة تبدو شكلية للخضر بعد ضمان تأهلهم المسبق للكان، لكن المدرب جمال بلماضي يولي أهمية كبيرة للمقابلة التي ستشكل فرصة لإشراك بعض اللاعبين الجدد. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا حسين بوصالح. سماح الرابطة الفرنسية لكرة القدم للاعبيها لا فارق الالتحاق بمنتخباتهم أراح الجهاز الفني للخضر، ومنح المدرب جمال بلماضي أريحية في الإعلان عن تشكيلته التي حملت معها بعض التغييرات وحتى المفاجآت، منها استدعاء وجوه جديدة، ويتعلق الأمر بثنائي الدوري الهولندي رامز زروقي وأحمد توبا، إضافة إلى خريج مدرسة نصر حزنداي لاعب تونديل البرتغالي نوفل خاسف. وأبدت هذه العناصر جاهزيتها لضمان مكانتها الأساسية بالمنتخب، فيما ستكون البطولة المحلية ممثلة بلاعب وحيد هو آدم زركان. إنه استدعائي الأول هنا مع الفريق، لذا أنا سعيد للغاية وفخور بوجودي مع المنتخب الأول. سأباشر التدريبات وسأواصل التعلم. هذا المنتخب في الكلوب تاعك اللي تحوس على مكانة أساسية، وقاع هنا راك في المنتخب يكون هنا المدرب الوطني يسحقك يدخلك، وهذه الواحد يعاون واحد، وان شاء الله على ربي على سلالة ان شاء الله. ولأن جمال بلماضي يبحث كل مرة عن أسماء يمكنها تقديم الإضافة للمنتخب، عمد على إعادة لاعبين سابقين غابوا لمدة عن المنتخب على غرار رشيد غزال وأسامة درفلو وهلال العرب السوداني، فهذا الأخير سيتوجه مباشرة إلى زامبيا رفقة عبيد وتهارت وانبولحي ودوخة بعد تعذر الالتحاق بالجزائر. ويدرك جمال بلماضي أهمية هذه المباراة ولو أن الخضر حسابيا تأهلوا إلى الكان. قلت في البداية بأنه في حال عدم وجود اللاعبين الناشطين في الدوري الفرنسي فهذه ستكون فضيحة، ولو أنها بالمقابل كانت ستكون فرصة لحضور لاعبين آخرين، لكن الأمور تغيرت في الدقائق الأخيرة وقمنا بضبط واختيار اللاعبين وبالتالي الأمور تغيرت. لعبت باستمرار مع فريق بشكتاش والأمور تسير بشكل جيد، وبالتالي سأحاول تقديم عروض جيدة من أجل ضمان الوجود الدائم في تعداد المنتخب. مواجهة زامبيا ستعرف غياب 6 لاعبين يتقدمهم رياض محرز وإسماعيل بن ناصر الذين سيكونون معنيين فقط بالمشاركة في مباراة بوتسوانا في 29 من الشهر الجاري بالجزائر. خرج المدرب جمال بلماضي عن صمته قبيل مواجهتي زامبيا وبوتسوانا غالقا الباب أمام الإشاعات التي تحدثت عن رحيله، ولعل الأجواء داخل المنتخب تخالف تماما هذه الأقاويل، فالجميع مصر على إتمام هذه التصفيات دون خسارة. حسين بوصالح، بين سبورتس، الجزائر. مشاهدينا الكرام، بإمكانكم متابعة هذه المباراة على قناة بي إن سبورتس فري على الرقم الظاهر على الشاشة.